تجمع آلاف الأشخاص في مظاهرة أمام مبنى دار الأوبرا في العاصمة الأرمينية إريفان، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكولا باشينيو. وردد المحتجون هتاف نيكول خائن، وحدث بعض المناوشات مع رجال الشرطة، وذلك بعد أن قررت السلطات إغلاق كل طرق المؤدية إلى العاصمة. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب إمضاء اتفاق وقف الحرب في إقليم الكرباء، الذي نص على انسحاب القوات الأرمينية وإعادة بعض الأراضي للأذربيجان، وهو ما اعتبره المحتجون خيانة للشعب الأرميني. ولقد دعا رئيس حزب أرمينيا المزدهرة المعارض جاجيك ساروكيان ومعه 17 حزب آخرين للاحتجاج على توقيع باشينيان، إلا أنه تم إيقافه. ورغم ذلك فإن الاحتجاجات تواصلت في جل المدن وكذلك في العاصمة إريفان، وقد أعد البوليس السيطرة على بعض المناطق. في المقابل في أذربيجان خرج سكان عديد المدن للاحتفال ونصرة الرئيس إلهام عليف بتوقيع هذا الاتفاق مع أرمينيا، يعيد لأذربيجان ما تبقى من أراضي محتلة.